لو شاكك إنك محسود، لو غلب على ظنك إن فيك حسد بس محتار هل أنا فعلا محسود أم لا، وتريد أن تعلم هل أنت محسود أم لا، اختبر نفسك معي الآن اختبار في دقيقة واحدة من القرآن ومن السنة، كمان مرة من القرآن ومن السنة، واتبع هذه الخطوات السهلة. ضع يدك اليمنى هكذا على رأسك واقرأ في هدوء وسكينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله أرقيني من كل داء يؤذيني ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيني. بسم الله أرقيني، بسم الله أرقيني من كل داء يؤذيني ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيني. بسم الله أرقيني، بسم الله أرقيني من كل داء يؤذيني ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيني. بسم الله أرقيني. ثم قل أعيذني بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذني بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذني بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعراض ثلاثة إن حصلت لك الآن أثناء هذا الاختبار أو بعضا منها أو واحد منها فأنت محسود. إما التثاؤب الكثير أو بكاء العين أو الشعور بالبكاء، والثالثة يحصل لك ألم في رأسك أو في يدك التي ترقي نفسك بها. إن حصل لك واحدة من هذه الأعراض فأنت محسود.